وفي ذات السياق أفاد قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي باعتقال أكثر من 10,000 متهم خلال الأشهر العشرة المنصرمة من العام الحالي نتيجة اعتماد خطط لتعزيز الاستقرار بالتنسيق مع بقية التشكيلات والمفاصل الأمنية وفق رؤية شاملة. وأشار إلى أن مستوى الاستقرار الأمني في محافظة ديالى هو الأفضل، وعودة الحياة المدنية هي صورة أخرى لتأكيد رسالة الاطمئنان التي تدلل على نجاح خططنا في مواجهة الإرهاب والجريمة. وشدد على أهمية دور المواطنين وتفاعلهم الإيجابي مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي حالات سلبية. الشرف حضور السيد المحافظ والأخ الناطق إعلام وزارة الداخلية، وشرف حضوركم كإعلاميين، وأهلا وسهلا بكم. تعرفون احنا من استلام الملف الأمني اللي شرفنا بإسلام قيادة شرطة ديالى قبل حوالي أقل من سنة، باشر مع مالنا كقائد شرطة. تعرفون ديالى بحكم طبيعتها السكانية، التنوع السكاني وطبيعتها الجغرافية، تنوع التضاريس الطبوغرافية للمحافظة. المحافظة شهدت عدة فترات كانت فترات صعبة النشاط الإرهابي ونشاط العصابات الإجرامية والجريمة المنظمة. الحمد لله منذ استلام الملف الأمني ودعم السيد معالي السيد القائد عام القوات المسلحة ومعالي وزير الداخلية وأيضا الإدارة المحلية المتمثلة بالسيد المحافظ وتعاون كل الأجهزة الأمنية الموجودة داخل ديالى، الحمد لله تم القضاء على كثير من العصابات الإرهابية وأيضا مكافحة الجريمة المنظمة في ديالى. الحمد لله ديالى حاليا تنعم بالاستقرار الامني كبقيه المحافظات، والكافي يعني ديالى وصلت الى مرحله يجب ان تعود الحياه المدنيه الى ديالى كبقيه المحافظات. الحمد لله هسه ديالى تنعم بالامن والامان وفضل تضافر كل الجهود ودعم كبير من قبل المراجع العليا. خلال الفتره من 1/1/2023 كان عندنا عدة نشاطات متميزة لشرطة ديالى بالتعاون مع كل مفاصل الأمنية المتمثلة بالاستخبارات والأمن الوطني والمخابرات. الحقيقة احنا تمكنا من خلال هالفترة اللي أقل من سنة إلقاء القبض على 10,447 متهم مطلوب، وتنفيذ أوامر قضائية على 402 على المادة 4 إرهاب خلال هاي الفترة اللي أقل من سنة بالتعاون مع مديرية الاستخبارات والأمن الوطني أيضا المخابرات، وإلقاء القبض على 456 متهم بالسرقة، وإلقاء القبض على 16 فقط هاي غير نشاط المخدرات 16 متهم بتجارة المخدرات، وأيضا إلقاء القبض على 306 مخالفي شروط الإقامة وسبع متهمين بالخطف، وتم إصدار أحكام قضائية مختلفة على 475 متهم محكوم بين الإعدام والمؤبد وأحكام أخرى. موضوع الأوراق التحقيقية طبعا مسجل عندنا خلال هذه الفترة العشرة أشهر 40,797 دعوة مقامة في مراكز الشرطة، تم إنجاز من عدها 48,965 تم إنجاز من عدها 40,797 بنسبة ما يقارب 95% من أوراق التحقيقية. وأيضا أوامر القبض اللي مسجلة خلال هذه الفترة 7,336، تم تنفيذ ما يقارب من عدها 97% من أوامر القبض. هاي الجهود اللي المبذولة ناتجة عن تضافر كل الجهود الأجهزة الأمنية الموجودة داخل المحافظة، بالإضافة إلى الدعم الكبير اللي يولي السيد القائد العام للقوات المسلحة ومعازي الداخلية والإدارة المحلية السيد المحافظ وكل الإخوان الموجودين داخل المحافظة.